احنا في هذه الايام على اعتاب ميلاد الامام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، ياتي رجل فيقول له: يا ابن رسول الله، انا رجل اشكو اليك خصما، انا عندي خصم، هذا الخصم لا يوقر الشيخ الكبير ولا يرحم الطفل الصغير. هذا خصم هالشكل، لا يوقر شيخا كبيرا ولا يرحم طفلا صغيرا. الإمام صلوات الله عليه في هذه الرواية يقول له: ومن هو خصمك؟ من هذا الخصم؟ قال: الفقر. الفقر، الفقر عندما يأتي ما يرحم الطفل الصغير. الطفل الصغير يحتاج إلى حليب، عندما واحد فقير ما يتمكن يوفر لطفل حليب، الطفل يبكي ويبكي ويبكي، ما عنده ثمن حليب. في منطقة من المناطق أفراد كانوا وجهاء، كانوا كرام قوم، لكن تقلبات الدهر وتلك الأيام نداولها بين الناس، شردوا، جاءوا إلى منطقة، واحد من الموجودين في تلك المنطقة قال: إحنا نعطيهم وجبة غذائية في منطقة. إلى أن نعطيهم الوجبة الغذائية الثانية كل شيء ما عندهم، يعني إذا ما أعطيناهم وجبة ثانية يعني ذولا يجب أن يموتوا من الجوع. أطفال عندهم، أطفال يحتاجون إلى حليب، ما عنده حليب، شو يسوي؟ هذا الخصم لا يرحم الشيخ، لا يوقر الشيخ الكبير ولا يرحم الطفل الصغير. فأطرق الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ثم رفع رأسه إلى الغلام وقال له: روح، إيش ما عندك جيب إطيله، هذا كل ما عندك، يعني كل ما في خزينة الإمام عند هذا الرجل كل أعطي لهذا الرجل. ذهب ذلك الرجل الخادم وجاء بكل ما يملكه الإمام عنده، 5000 درهم كانت عنده، معادل في ذلك الوقت ل500 دينار ذهب، فأعطاه الإمام ذلك المبلغ، أو أمر الخادم بأن يعطيه ذلك المبلغ. ثم قال له: شوف، ثم قال له: بالله عليك، الإمام يقسم عليه بالله، إذا في يوم من الأيام جاءك هذا الخصم جائرا فأتني متظلما. إذا يوم من الأيام، مو أنه يعطي للفقير وينهر ذلك الفقير، وأما السائل فلا تنهر. إذا يوم من الأيام جاءك هذا الخصم جائرا فأتني متظلماً.